بصراحة أنا عم عيش كل يوم بيومه، يعني ما فيني ابني آمال على بكرة. بنينا كتير آمال سابقاً وهي الآمال تحطمت. أني أرفع سقف التوقعات بشكل كبير ما فيني، فأنا بضل سقف التوقعات عندي دائماً داون لحتى ما أفكر كتير بالشي اللي رح يصير بعدين، أو خاف ويصير عندي قلق أو حالة anxiety وبانيك إنه أنا ممكن يصير مشاكل أكتر. للأسف إنه في كتير قصص اليوم عم تشغل بالنا كشباب أكتر من اللازم، أكتر من المطلوب. يعني اليوم نحن عم يشغل بالنا الكهرباء، وضع الكهرباء بالبلد، مواصلات، بالنسبة للأكل، بالنسبة للأشياء اللي أنا ممكن أجيبها للبيت، الأغراض اللي ممكن أجيبها على البيت، دائما في تقنين.